استبعدت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الأحداث التي أعقبت الانتخابات المحلية الأخيرة داخل اسطنبول. ميركل قالت في تصريحات صحفية إن تركيا في الوقت الحالي تتجاهل القيم الأوروبية، ومن ثم فإن عضويتها في الاتحاد الأوروبي ليست خيارا مطروحا. كانت المستشارة الألمانية أكدت في وقت سابق أن تركيا لن تكون يوما عضوا بالاتحاد الأوروبي.